التعادل الايجابي 1-1. ايضا معايا في هذه اللحظات كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي. كابتن سيد، يمكن هارد لك عن نقطتين النهارده فقدهم النادي الاهلي في بدايه المشوار، لكن كجهاز فني تقييمكم للمباراه النهارده شايفينها ازاي؟ يعني طبعا بالتاكيد نقطتين مهمين جدا في بدايه الدوري، لكن مشوار الدوري بدري جدا جدا يعني. الحمد لله طبعا على كل شيء، بالتاكيد البدايه لو كانت فيها مكسب كان يبقى احسن وافضل يعني، لكن هو ده حال كره القدم يعني. الناحية التحكيمية، احنا كنادي اهلي مش دايما بنحب نتكلم على التحكيم، لكن النهاردة اعتقد ان هو اوفر شوية. خلال الفيديوهات شفنا ان النادي الاهلي على الاقل ضربتين جزاء النهاردة. تعليقك على التحكيم في بداية بطولة الدوري، ومفترض ان التحكيم يبقى في تطور مستمر مش بيبقى المنظر ده. التطور المستمر ده اللي بيقوله كابتن عصام عبد الفتاح، لكن لا في تطور ولا حاجة خالص، ما فيش اي تطور خالص من اي نوع يعني. في سنس بيتحط، في سنس يعني، في حاجات كده بيبقى لها سنس. بداية الدوري لازم تبقى البداية كويسة، ولازم الناس كلها تختار افضل الحكام اللي عندك عشان الدنيا تبقى ماشية بشكل كويس قوي. هي مش عافية، مفيش حاجة في كرة القدم عافية يعني، مفيش فوز بالعافية، ومفيش تحكيم بالعافية، ومفيش لوائح بالعافية، مفيش كده يعني. التطوير مش ان انت تجيب تلفزيون 2 بوصة يعني، 2 بوصة ويتحط بره كده والناس تقعد على جنب ويبقى في تطوير. ده مش تطوير، مش التطوير ان انا هفرض حكام بعينها يعني. القدرات انت بتصطدم بقدرات، المساعده موجوده في كل شيء في الدنيا. كونك ان انت عايز تساعد شخص بعينه، او عايز تساعد ناس بعينها، او عايز تساعد مجموعه جديده او ناس صغيره او ناس، مفيش مشكله اطلاقا. لكن المهم الاول قدراتها ايه. الموضوع مش عافيه زي ما قلت لك، مفيش حاجه في الدنيا في كره القدم عافيه. مفيش حاجه يعني هلعب النادي الاهلي او بلعب النادي الاهلي واجرب في النادي الاهلي، ما ينفعش ابدا. مع احترامي الكامل للكابتن احمد حمدي اللي هو كان بيحكم النهارده، مع احترامي الكامل ليه طبعا، وبنقدر كل الناس وبنحترمها، لكن القدرات ضعيفه جدا، القدرات ضعيفه جدا. لا هي هجوم ولا هي يعني صبه ولا حاجه، لا انت بتصطدم بقدرات، قدرات تعبانه، قدرات قليله. فبالتاكيد ما ينفعش ابدا ان انت تجربها في مباراه زي مباراه النادي الاهلي مع طلائع الجيش، مباراه قويه جدا جدا يعني. ما ينفعش ابدا 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 ان انا هطلع اقعد اقول كلمتين واطورنا واقعد اخبط في الازاز اللي قدامي ده، الكلام مش عافيه يعني. هي مش عافيه، حضرتك اشتغل على الناس اللي عندك بشكل كويس، تختاروا الناس اللي عندك بشكل كويس، وما تهاجمناش احنا يعني. بيانات بتطلع من اتحاد الكوره، بيانات بتطلع ما اعرفش من ايه، لا الاول كل واحد يعمل شغله. وما فيش طبعا الكره كده، الكره هي كده ما فيهاش مشكله اطلاقا، وده مش هجوم ولا حاجه، بالعكس كره القدم فيها وارد فيها كل حاجه. صحيح بتبقى صعبه قوي ان يبقى فيها ثلاث ضربات جزاء في ماتش واحد، في ماتش واحد وفي 3-4 دقائق، لكن زي ما قلت لك هي القدرات كده. انا عايز اقول لك ان انا جالي من سنتين لو بنتكلم في التطوير يعني، لائحه شؤون اللاعبين من 3 سنين ولا حاجه، ما بعتها لي مره يعني كده، ان في ان على المديرين الفنيين يبعتوا لي 18 الاسم اللي هياخدوا بيهم اللقاء قبل اللقاء ب 48 ساعه. ايه التطوير في كده؟ ايه الفكره الجهنميه في كده؟ لا اللوائح مش حفظ على فكره يعني، في فهم، تفهم اللوائح بشكل كويس قبل ما تطلع اي قرار. لازم تبقى حاطط المعايير بتاعته وبعدين تاخد القرار. ما ينفعش ابدا اخد القرار وبعد كده احط له المعايير. فبالتاكيد بالتاكيد هي مباراه وانتهت يعني. يبقى في شكوى رسميه من النادي الاهلي؟ هتجيب ايه يعني؟ هي هتجيب ايه؟ لا شكوى هتجيب حاجه، وهتطلع بعد شويه وكل سنه وانتم طيبين، وكابتن احمد الشناوي هيطلع يقول كلمتين ثلاثه، وكابتن عصام عبد الفتاح هيطلع يقول كلمتين ثلاثه، وكابتن جمال غندور هيطلع يقول كلمتين ثلاثه، وبنزق الحكام وبنساند الحكام وعايزين المنظومه، وشفتوا نهاية اوروبا وشفتوا نهاية. لا في حاجات مش عايز اقول يعني، في حاجات زي ما قلت لك يعني ما فيش مشكله اطلاقا ابدا ابدا في الخطا التقديري. لكن القدرات انا مش بعلم حد ولا بدي توصيات لحد ولا بنصح حد، انا بتكلم في في في, في نطاق شغلي يعني. القدرات يا حبيبي، القدرات عندك قدرات، ان شاء الله حتى يبقى عنده 17 18 سنه ما فيش مشكله خالص، حكمه اهلي وزمالك، عنده قدرات. ما عندوش قدرات ما ينفعش يبقى موجود في الدوري الممتاز يعني. اي حد ما عندوش قدرات ما ينفعش يبقى موجود في الدوري الممتاز. ده هيجرنا لنقطه الاجنبي الرابع بالنسبه للنادي الاهلي وتبعت تعاقد مع باكا. بص انا مش مقتنع ابدا يعني، زي ما بدي لك 100 جنيه وبقول لك هتصرف منهم 50، الجنيه ال 51 مش من حقك. طب انت مديني 100 جنيه ليه يعني؟ انت مديني، انا مش مقتنع يعني. بشكل عام راضينا كجهاز فني عن اداء الفريق النهارده؟ بدايه طبعا، لكن في النهايه يعني هي كره القدم كده يعني، خلينا ننتظر اللي جاي طبعا في بدايه المشوار، لكن دي في افتتاحيه المشوار يعني، خلينا ننتظر يعني. وعشان برضو نبقى يعني بنتكلم بمنتهى الهدوء، فرقه طلع الجيش وكابتن احمد سامي طبعا قدموا مباراه كويسه وكل حاجه، لكن زي ما انا قلت يعني انا قلت من يومين
قلتها من يومين وانا حاسس بيها وعارفها بشكل كويس قوي. الموضوع مش كده ابدا يا جماعه، مش كده يعني. مش كل مره يعني الاخطاء هتيجي عليك على النادي الاهلي، مش كل مره يبقى هو ده الاخطاء وارده في النادي وارده في كره القدم. واستحملنا واستلمنا المنظومه وهي مش عارفه عامله ايه، ايه التطوير يعني؟ ايه التطوير؟ فين التطوير؟ فين ان انت يبقى عندك مباراه زي ديت في افتتاح الدوري بالشكل ده خلاص، ويبقى فيها كميه الاخطاء دي كلها خلاص، وهتقول لي بطور ايه؟ ايه اللي انت ممكن تطوره؟ التطوير ده يعني سيبك يعني المعسكرات انت حر فيها، الحاجات الفنيه انت حر فيها خالص، لكن ارجو 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 مش عافيه. المساعدات في كره القدم موجوده، لكن لابد ان يكون المساعده دي تلزمها او تبقى جنبيها قدره شخص، وما عنديش مشكله في صغر سنه او كبره، ما عنديش مشكله خالص. المهم انت احنا رحنا يعني لعبنا مره في الامارات مع بايرن ميونخ، بجلاله قدره، وكنا بنلعب مع بايرن ميونخ، مش عارف كانت فين المباراه، تقريبا في قطر يعني، وكان اللي بيحكم حكم صغير. ومره رحنا لعبنا في الامارات تمام، اول كنا الحكم مباراه روما حكم صغير يعني، ان لم تخني الذاكره. الموضوع مش بالسن، الموضوع كله طبعا مباراه الترجي هنستعدلها بالتاكيد، وان احنا اتفرجنا عليها كتير وشفنا ماتشات ليهم كتير، لكن خلينا بقى نتعامل مع المباراه. مباراه طبعا رايحه وجايه، هنسيب الدوري شويه لحد ما نشوف مباراه الترجي باذن الله ذهابا وايابا. شكرا. ده كان لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا عقب انتهاء هذه المباراه. لكن خليني اقول لك